التحية متجددة بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هكذا يصل شوط الختام بانطلاقة في هذه المنافسة الصباحية، شوطنا 18 الذي خصص للجعدان اللقاية. نتابع الصدارة والمركز الأول والمقدمة الأولى، هذا هو القفاي اللي على مقدمة هذا الشوط بشعر ماجد بن سعيد بن راشد الخاطري ليتقدم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما الغدوم على المركز الثاني هذا هملول خليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الاكتبي. أما في المركز الثالث، المركز الثالث هذال يتقدم بشعار صغير بشعار صقر بن عوض من فلاك الاكتبي في المركز الثالث. هكذا الأسماء اللي منطلقة في شوط الختام، نتابع التحدي مع هذه الانطلاق. وإذا ما قربت سرحان وإذا فزت شراب بين وثب واللي ثمن دون لها التاريخ يشهد قبر لا يشهد لها العربان وهي في السلم ميمونة وهي في الحرب ميمونة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول والصدارة الأولى، هذا هو هذال صقر بن عوض بن فلاك الكتبي اللي مسيطر على زمام الأمور وعلى البداية، بينما القفاي يتقدم مع ثاني المراكز ماجد بن سعيد بن راشد الخاطري يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث يتقدم على ثالث المراكز هملول خليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الاكتبي على المركز الثالث في هذه المنافسة. هكذا هكذا التحدي، هكذا الأسماء، ولكن بدينا مع الخمسمائة متر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية ورحلة شوط الختام بعد ما شاهدنا 18 شوطا من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان حفظه الله ورعاه. الله الله، هذا هو هذال 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 اللي انطلق الى المقدمة الاولى، انطلق الى المركز الاول صقر بن عوض بن فلاك الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، ينطلق بهذا الاداء الجميل، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني اللي يحاول القفاي لماجد بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطري على ثاني المراكز في هذه المنافسات، ولكن خلاص هذال لصقر بن عوض بن فلاك الكتبي ينتزع ناموس شوط الختام. تهانينا على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثاني هذا هو القفاي ماجد بن سعيد بن راشد الخاطري في المركز الثالث، وصل فيه هملول لخليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي. هكذا هي النتيجة، عودة إلى التوقيت الزمني، التوقيت
خمس دقائق و 15 ثانية هو التوقيت الذي رافق هذال لانتزاع ناموس هذا الشوط. تهانينا لصقر بن عوض من فلاك الكتبية. هكذا نصل إلى الختام بعد ما شاهدتوا 18 شوطا تنافسوا من خلالها الجميع في هذا الصباح. تهانينا لجميع الفائزين.